السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آٹھ دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجئے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللهم واقية قواقية الوليد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.